هلا مرحبا ترحيبة عند روسكم رجال اللي صح المنادي يلبونه من عتبه الهلال جا في العلوم علوم وفعل لنا كل القبائل يهابونه حميناك يا نجد العذي يا عدا كلهم بشلفة وضرب رماح وارواح دونه. هذا قول مثبت وكدوا على اختهم وانا شاعر ما بيح الوقت مكنونه تحزم يا قرحه من جميع الجهات وانا وقفتي في حلت يوم تغنمها عسى دايم أهل أفراح في أيامك الجيال يا من سطرك في محلك ومكرمها فبالك ورحب وتعز وبصم خياد وباسمك يا بوي وباسم ربعي بقدمها هلا مرحبا يا ضيفنا عد ما قد فات عدد من قبايل قد تعد في محازمها هلا مرحبا وهلا هلا عد ما صعبت انا ودونها ربعي بقوة عزايمها وعلى طريق الانجاد والفعل والوقفات على ناس كل انجالي اللي تخنخمها اللي صار مالك فعل في ماضي الاوقات تعوذ من الشيطان والرقه الزمها يا وسامة الحياة لي يا ذكرة الغارات يا قوم يذوق المر من هو يصادمها يوم ان العزاوين قلنا خوي لمن هاجات من اهل الحمايا اللي تحدف عمايمها بطشنا ديار وفعلنا يخلف الاقوات ولا ننذن دون قبيلة ولازمها بن عاصم اللي كم شيخ وكم قدر عذي جلفنا بنحرها من اعتبه اللي في الملاقى لهم صلاة من ادها قبائل نجد بالفعل وعظة حيزم يا قرحة من جميع الجهات وانا وقفتي في حلة يوم تغنمها انا شاعر الوقفة لي كبرة انقلت وانا كومي وضحي بالمواقف ومحسمها يا فيصل وريد الطيب يا حامي الطلق يا سيف تقدمها عسى دايم أهل أفراح في أيامك الجياد يا من سطرك في محلك ومكرمها فبالك ورحب وتعز وبصم خياد وباسمك يا بوي وباسم ربعي بقدمها هلا مرحبا يا ضيفنا عد ما قد فات عدد ما القبايل قد تعد في محازمها هلا مرحبا وهلا هلا عد ما صعبت انا ودونها ربعي بقوة عزايمها وعلى طريق الانجاد والفعل والوقفات على ناس كل انجالي اللي تخنخمها اللي صار مالك فعل في ماضي الاوقات تعوذ من الشيطان والرقه الزمها يا وسامة الحياة لي يا ذكرة الغارات يا قوم يذوق المر من هو يصادمها يوم ان العزاوين قلنا خوي لمن هاجات من اهل الحمايا اللي تحدف عمايمها بطشنا ديار وفعلنا يخلف الاقوات ولا ننذن دون قبيلة ولازمها بن عاصم اللي كم شيخ وكم قدر عذي جلفنا بنحرها من اعتبه اللي في الملاقى لهم صلاة من ادها قبائل نجد